إذن شكرا جزيلا. تمت المنادات عليا بطبيعة الحال بصفتي كرئيس لجنة الصحة والنظافة والبيئة والتنمية المستدامة من أجل الوقوف على هذا الوضع البيئي اللي كان اليوم في مدينة تاسفي على مستوى غابة العرعار بشمال مدينة تاسفي، اللي هو موقع أيكولوجي مهم جدا، ربما هو كيجسد هوية مرجعية ديال المدينة باعتبار هذه الغابة غابة قديمة. عقلنا عليها ملي تزادنا عقلنا على هذه الغابة كاينة في هذه المنطقة هنا، الوقت اللي يمكن تنمية القدرات ديالها والوقت اللي خاصنا نحققوا فيها الولوجية للساكنة باعتبارها واحد المنطقة اللي هي ترفيهية وممكن تكون قبلة للساكنة لممارسة الرياضة وما إلى ذلك، ناهيك عن الحفاظ على جمالية المدينة لأننا في حاجة ماسة إلى حزام أخضر كبير باعتبار أن المدينة مدينة ملوثة حسب التقارير لا الرسمية ولا الشبه الرسمية ولا حتى التقارير ديال بعض المؤسسات ديال المدينة الملوثة، كتجي بعض الممارسات اللي كتقلص من الغطاء النباتي ديال هذه المدينة. وقفنا على هذا الوضع كما كتشوفوا ان بعض الاشجار ديال العرعار اللي ضربات تقريبا من الجدر ديالها، وكنعيد نقول لك ان مدينه تاسفي كتنفرد بهذا النوع من الاشجار، ربما هي مدينه التصويره على مستوى بلدان شمال افريقيا. وكما قلت لكم هذا التراث يجب التثمين ديالو والتقويه ديالو، وكان حري بالجهات المسؤوله على الأحزمة الخضراء أو على الأغطية النباتية أن تعهد هذا المكان الأيكولوجي لأنه مفخر للمدينة. الوقت اللي تمت واحد الصفقة ديال التفويت ديال هذه الأشجار في إطار سمسارة علنية بمدينة مراكش، ربما المعلومات اللي توفرت عليها من طرف المديرية الجهوية التابعة للمياه والغابات لأحد الأشخاص بطبيعة الحال اللي رصات عليه المزايدة واللي جا بدا كيشتغل بناء على ترخيص كيتوفر عليه. طيب المشكل فين كاين؟ أن من الناحية القانونية هذا الشخص اللي توفر على هذه الرخصة يجب إشعار على الأقل أن المندوبية الجهوية خصها تشعر الجهات المسؤولة على مستوى مدينة تاسفي، سواء تعلق الأمر السلطة المحلية أو المجلس البلدي، لأن الأرض هنا هي أرض تابعة للمجلس داخل المدار الحضاري. علاش؟ باش المجلس البلدي يقوم بعملية ديال التتبع ديال قطع هذه الأشجار، نشوفوا دفتر التحمل شنو فيه، نشوفوا كذلك الترخيص شنو فيه، واش هذا الشخص اللي حصل على هذه الرخصة عنده الحق أنه يضرب شجار من الجدر كما كتشوفوا أشجار اللي هي باقا حية ماشي ميتة ولا حيت الجذور ديالها بطبيعة الحال، واش عنده الحق يدير هذا الشيء ولا لا؟ ثم أن هذه الصفة هي مطلوبة لذاتها لأن المصالح التقنية داخل الجامعة خصها تتبع هذه العملية يوما بيوم وإنجاز تقارير في هذا الموضوع. ناهيك على أننا كنشوفوا حنا جايين أننا بعض الأشجار يتم القطع ديالها راها طايحة على هذا السياج الحديدي، هذا السياج الحديدي هو عبارة عن مال عام ديال الجامعة، وبالتالي أن ممكن أنه يتواجه بتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة. إلا لاحظتوا معايا الأشجار طايحة على ذاك الحديد مهرساه، وبالتالي في غياب ماذا؟ في غياب المراقبة ديال الجامعة، وكأن هذه المدينة هجالة وكأن هذه المدينة ما عندهاش اللي يدافع لها في إطار القانون بطبيعة الحال. كنت كنتظر يكون رد فعل من طرف المجلس في إطار تحرير المحاضر وفي إطار التتبع وكذلك إفادة الرأي العام، لأن هذه المسألة خلقت واحد النقاش داخل مدينة تاسفي. اليوم اللي خصنا نجيو ننوروا بطبيعة الحال ماشي مهمتي أنا كرئيس لجنة اللي عندي دور الاستشاري دور اقتراحي ليس إلا، ما عنديش تفويض باش نخرج ونتكلم ونبرز الموقف ديالي، ولكن كنتكلم عن السيد الرئيس والنواب المفوضين لهم في هذا الإطار هذا أنهم اليوم يخرجوا ينوروا الرأي العام ويدليوا برأيهم، لأنهم اللي كيحموا المدينة هم الممثلين الساكنة على هذا المستوى. هذا الشيء اللي ما كانش واللي خلانا أننا بعد ما تمت المنادات عليا بطبيعة الحال أنا كنجي عندكم خارج أوقات العمل باش نتكلم عليكم لا من الناحية التقنية ولا من الناحية القانونية، واش هذا السيد عنده الحق ولا ما عندوش باش يقطع الأشجار بهذه الطريقة هذه، واش اليوم أننا مدينة تاسفي خصنا نتمنوا فيها الحزام الأخضر كما قلت لكم أنها مدينة ملوثة، وبالتالي خصنا ننميو القدرات ديالها على مستوى المناطق الخضراء وما إلى ذلك، ناهيك إلا كانت شي غابة اللي عندها تاريخ تجدر اللي هي غابة قديمة اللي خصنا نتعهدوها في وقت اللي كما قلت كان حري بهذه الجهة اللي اليوم عطات رخصة أن يقطع الشجر كانت تدخل أنها تنمي هذه الغابة هذه وتعطيها الوضع ديالها الطبيعي، مع كامل الأسف كما كتشوفوا أن كتل إسمنتية تحيط بهذه الغابة، ربما اللي كنعطيو للساكنة أو الإشارة الرسالة اللي كنعطيو للساكنة أننا اليوم جايين نحيدوا هذا الشجر بهدف استغلالها من طرف مافيا العقار وما إلى ذلك، وبالتالي يجب إزالة كافة الغموض الذي يمكن أن يحيط بهذه العملية. سي جنون مشكور أنك لبيتي الدعوة ديال المنابر الإعلامية اللي واقفين حنا في عين المكان. سي جنون أنت رئيس لجنة النظافة والبيئة والصحة بجامعة أسفي، ملي كنشوفوا السيد العامل الإقليم أسفي أنه هو كيخرج وكيوقف على هذه الكارثة في غياب الرئيس ديال المجلس سي كموش،
اللي اختفى على الانظار هذه اشهر، اش يمكن لك تقول لنا انتما كنت؟ شوف شوف، مع كامل الاسف، مع كامل الاسف، لانك جريتيني باش نتكلم في موضوع اخر هو ليس بموضوع هامشي، بالعكس هو موضوع مركزي. مع كامل الاسف، المجلس البلدي مدينه تاسي في التجربه الحاليه او في النيابه الحاليه هي تجربه فاشله، تجربه عقيمه، تجربه فقيره، لان تنديروا بفقر تدبيري على مستوى هذه المدينه. اليوم المدينه كلها تعاني على مستويات عديده، ربما على مستوى الشوارع اللي ولات مهترئه والحفر وما الى ذلك، على مستوى البقع السوداء والكرافه كما كتشوفوا، كما كتشوف هذه الغابه اللي كنقول لك انا خاصها تكون واحد عباره عن واحد الوجهه للساكن، شوف الازبال والروائح دابا الكارهه اللي كتنبعت منها. اذا المجلس البلدي تخلى عن وظائفه، تخلى، ما تحملش مسؤوليته، كيف يعقل اليوم انني انا كنتراجع اتوارى الوراء من خلال مجلس كما قلت لك اللي هو عاجز تماما، ومجلس اللي هو كيعيش اعاقه تدبيريه. السيد العامل هو الذي يقوم بمجموعه من الجولات داخل المدينه وكيرصد مع كامل الاسف البؤر السوداء في افق وجد حلول لهذه الظاهره. المجلس السيد العامل اللي كان كيقوم بهذا الدور بطبيعه الحال باعتباره ممثل صاحب الجلاله من موقعه القانوني، من موقعه انه خاصو يرعى المصالح ديال رعايا صاحب الجلاله على مستوى هذه المدينه المكلومه اللي كتاكل العصا اليوم. اذا اين هو دور المجلس البلدي من أي من كل هذا؟ ربما وقلت في مناسبات عديده ان السيد الرئيس او النواب المفوض لهم بطبيعه الحال تدبير القطاعات الحيويه والخدمات في هذه المدينه ما كيبقاوش مرتبطين بجغرافيه المكاتب ديالهم، بالعكس بل يجب الخروج الى ارض الواقع والاستجابه لمطالب الساكنه، نوقفوا على حقيقه الواقع المر اللي كتعيشوا المدينه اليوم، ونديروا واحد التشخيص للمدينه ونمشيو اننا نوجدوا حلول لهذه الاسئله المقلقه. هذا الشيء اللي ما كاينش، ما كاينش مع كامل الاسف. وكي كتشوفوا ان صراعات خاويه فقرات المدينه خوات فرغات حتى الفعل التدبيري من المحتوى ديالو. الساكنه اليوم كتسجل بامتعاض شديد، سواء الصراع على مستوى المجلس، سواء بعض الممارسات اليوم اللي كتحاول انها تمس معالم ديال المدينه، وكما كتشوف ان بعض المبادرات اللي كانت قويه وبعض المبادرات والممارسات اللي هي فضله اللي كانت كتمارسها المجالس القديمه فيما يتعلق بطبيعه الحال بمسابقه عولة احسن حي او رابع مدينه تاس، فهادشي ما بقاش كاين مع هذا المجلس. اذا كنعيشوا عقم على هذا المستوى، وكنعيشوا واحد تراجع اللي هو خطير جدا في هذا المجلس باعتباري منتخب جامعي. انا كنتكمل مسؤوليتي، كنعتذر وكنجدد الاعتذار ديالي للساكنه، ولكن الناس اللي مخولين لها الامر انها تدبر الشان المحلي تتحمل كامل مسؤوليتها، والتاريخ الله يرحم. اذا دكتور جنون، شكرا جزيلا لك على تلبيه الدعوه، وشكرا على الغيره ديالك اللي عاهدنا فيك على هذه المدينه. شكرا جزيلا دكتور جنون. مرحبا، مقرها الاشاره، مرحبا.